شرف ليا ان انا اتكرم في مهرجان الحب والسلام، وخصوصا بعد ما مصر عرفت طريقها الجميل ومشينا في طريق المصريين كلهم اجمعوا عليه. انا شايف ان المهرجان جاي في وقت مهم جدا، بيقول للعالم مصر هترجع احسن من الاول. السياحه اكبر مصدر دخل لمصر، ان شاء الله ترجع احسن من الاول ومشاركتنا كلنا. وسعيد جدا انا بتكرم في بلدي في هذا المهرجان، خصوصا في الوقت ده اللي مصر ان شاء الله بتشم فيه نفسها وبتخطو لقدام. انا مبسوطه جدا انه في مهرجان ضخم وكبير زي ده بيتعمل في مصر في ظل في اليومين دول، يعني حاجه بتعيد للامل. مهرجان الحب والسلام كلمه طبيعي انها تتقال عن مصر يعني، ومصر بلد امن وامان زي ما كل العالم عارف، وخدت اللقب ده من بدايه الفراعنه زي ما بيقولوا. وجايين النهارده ان احنا نقول بوجود 17 دوله امريكانيه عرب واجانب، بنقول ان مصر تمام